أبو محمد الشيخ يسأل يقول: أخي متكاسل في أن صلاة الفجر يصعب علينا يعني إيقاظه، مع أنه يعني مواظب في الصلوات الأخرى، نصيحتكم له؟ أولا، صلاة الفجر لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، وأداؤها في وقتها ينال الإنسان به الأجور الكثيرة. قد قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في أداء هذه الصلاة مع الجماعة، ويحذرهم من تركها، ويبين أن تركها من صفات أهل النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأنهم يشهدون للعبد عند الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فكون الواحد يفقد هذه الشهادة من الملائكة عند رب العزة والجلال لا شك أنها خسارة كبيرة. وقد جاء في النصوص بيان أن سنة الفجر فيها أجر عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فإذا كان هذا في السنة، فكيف بالفريضة التي أمر الله بها؟ ولا شك أن الفرائض أعظم أجرا وأكثر ثوابا من النوافل. وإذا استشعر الإنسان أن مقابلة رب العزة والجلال في صلاة الفجر خير ممن يسهر عليهم في ليله، كان ذلك من دواعيه للمحافظة على صلاة الفجر. فانظر مثلا من الذين تسهر معهم، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مواقع في الشبكة العالمية أو صحبة تجلس معهم، هل الجلوس مع هؤلاء خير وأحب من مقابلة رب العزة والجلال في صلاة الفجر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، قال: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فإذا كان هذا الأجر الكبير والثواب الجزيل في صلاة الفجر، فكيف يفوته الإنسان؟ ومقدار إيمان العبد بمقدار طاعته لله جل وعلا، وتقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على رغبات نفسه. قد ترغب نفسك أمرا من نوم أو غيره، لكن إذا أردت أن يزداد ما لديك من الإيمان فلتكن من المبادرين إلى تحقيق أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن صلاة الفجر فيها من المميزات الشيء الكثير والثواب الجزيل، وفيها ما يغبط الإنسان نفسه يوم القيامة بسبب محافظته على صلاة الفجر مع الجماعة. وإذا كان ذلك في من يصلي، فهذا الذي يأمر الآخرين بأداء صلاة الفجر مع الجماعة له أجر عظيم وله ثواب جزيل، وينال من الأجر مثل أجر المصلي، وزيادة على ذلك أجر النصيحة والإرشاد والدلالة. وبالتالي لا يحسب الإنسان أن إيقاظه للآخرين هو من التكاليف التي تشق عليه بدون أن يكون له فائدة. لا، كونك تسعى إلى إيقاظ الآخرين فيه أجر عظيم، وينبغي بك أن تقوم به بنفس هادئة راغبة، وتتقرب إلى الله جل وعلا بذلك العمل، بحيث تقدم نفسك عليه وأنت مقبل مسرور مبتهج
لكونك تطيع الله جل وعلا بذلك الفعل، فهو نصيحة وهو إرشاد وهو دلالة على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي بمن يقوم بهذه المهمة الجليلة من إيقاظ الآخرين أن يظن أن هذه المهمة هي مهمة شاقة مجردة، وإنما هي مهمة ينبغي أن تكون محبوبة للنفوس، لذيذة لها لما يحصل نتيجتها من الخير والأجر العظيم. ولا ينبغي بالشخص النائم أن يتذمر ممن يقوم بإيقاظه أو يسعى إلى جعله يؤدي الصلاة، بل عليه أن يشكره وأن يقوم بالثناء عليه وأن يتساعد معه في هذا الأمر. فليس هذا من تقييد الحرية، وإنما هو من الدلالة على ما فيه الخير والصلاح. وبالتالي فهنيئا لأولئك الذين يقومون بهذه المهمة العظيمة ويتقربون إلى الله بإيقاظ قراباتهم لأداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد. شيخنا، فيه أحد مدراء المدارس يعني في هذا الباب، في مسألة يعني إعانة الطلاب على صلاة الفجر، إذا دخل الطالب كان يسأله صلاة الفجر أو لا، مجموعة من الطلاب قد يكون متأخر في السهر وغيره، فشاري له 20 سجادة تقريبا وفارشها في الساحة، يقول صلي الفجر ثم اذهب إلى فصلك وبشكل يومي. أنا شيخ توجيه في قضية الآن السهر عند الطلاب أو عند الناس بشكل عام، الشباب وغيرهم. نعم، كما تقدم أن الإنسان ينبغي به أن يستشعر أنه في صلاته يقابل رب العزة والجلال، وأنه يعرض حوائجه على المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه إنما أوجد في هذه الدنيا لمهمة، وأنه سيسأل عنها، وأن هذه الدنيا إنما هي ممر، ودار القرار هي الدار الآخرة، وبالتالي علينا أن نستعد لتلك الدار. لو كان عند الإنسان اختبار لا أمضى من أوقاته الشيء الكثير في الاستعداد لذلك الاختبار. وهكذا لو كان عند الإنسان أعمال تجارية ولا مقاولات لهيئ لنفسه أن يقوم بأداء هذه الأعمال في أي وقت. لماذا؟ لأنه يرى أنها مهمة مطلوبة منه، وأنه سيجني منها الآثار الجميلة. ففي صلاة الفجر الأمر أعظم، فالعبد بذلك يحقق المهمة الأساسية والهدف الأسمى والغاية العليا التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو بذلك يرفع درجته عند رب العزة والجلال. وإذا كان الإنسان عنده مراجعة في إحدى الدوائر، تجده يهيئ نفسه ويرتب أوقاته ليتمكن من تلك المراجعة ومن حضور اجتماعه في وقته المقدر. فهذا اجتماع مع رب العزة والجلال، مع خالق السماوات والأراضين، مع من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ثم فلما لا يكون عندنا من الرغبة في أداء هذا الواجب العظيم الله، ما يتناسب معه. واليوم نحن قد وجدت عندنا وسائل كثيرة تمكن الإنسان من أداء هذا الواجب، سواء بوضع المنبهات التي توقظه، أو بجعله يصل إليه صوت الأذان الذي يطرد الشياطين عنه، أو بطلبه من غيره، سواء من الأجهزة التي تتصل في وقت معين، أو من الآخرين أن يتصلوا به في ذلك الوقت وقت الصلاة. وهكذا يتمكن الإنسان من أن يعود نفسه بالنوم الباكر، وبالتالي يكون ممن قام في أول نهاره لأداء الصلاة، وخصوصا في هذه الأيام، في أيام الشتاء التي طال ليلها. وبالتالي يتمكن الإنسان من
أخذ قسط الراحة على وجه التمام قبل أن يأتي وقت الفجر. ولذلك فهذا الموضوع ينبغي أن نوليه عناية كاملة. ومن الملاحظ أن من عود نفسه مدة يسيرة فإنه يصبح بعد ذلك ممن يواظب على صلاة الفجر، وأما من تكاسل فإنه حينئذ سيستمر على تكاسله. إذا عود الإنسان نفسه على القيام لصلاة الفجر سيكون ذلك عادة يومية متبعة عنده. شكرا لكم شيخنا.